لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عقلة. في 28 من شهر أيلول من عام 2000 انطلقت شرارة انتفاضة الأقصى إثر الزيارة الاستفزازية لزعيم المعارضة حينذاك أرييل شارون إلى المسجد الأقصى. حوصرت غزة، فعم الغضب أنحاء الضفة الغربية. في جنين انطلق الفلسطينيون في مسيرة احتجاج. إنه صوت القادم من القدس جاء ليقول للفلسطينيين إنه ما زال هناك ما يوحدكم في ظل انقسام يتعمق أكثر. لا تنتظر المرأة الفلسطينية الكثير، هي أحلام كل أم وزوجة تطلب الأمن لعائلتها والحرية لبلادها. آلاف من الفلسطينيين تجمعوا انتظارا لتشييع جنازة الشهيد محمد أبو خضير. والثاني أن الفلسطيني لن يقبل أبدا أن يعامل دمه على أنه يقل عن دم أي إنسان آخر. تنتظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي حلول الظلام أملا بأقل مشاركة جماهيرية في تشييعهم، لكن الجانب الفلسطيني يقرر تأجيل الدفن لضمان وداع يليق بالشهداء. وعدت ريم جمهورها بأنها ستغني ووفت بوعدها. اليوم وبعد نحو شهر على رحيلها نعود إلى بيتها. برا يتم طرد الجميع، يتم طرد الجميع. نشاهد شيرين، نشاهد وهو يحمل قنبلة الغاز بيده. تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمضايقة السكان الفلسطينيين الذين يسكنون في هذا الحي الفلسطيني. الإسرائيليون يقومون باستفزاز، الآن يضربون أحد الشبان الفلسطينيين، يقومون بضرب أحد الشبان، انتبهوا. والمستوطنون إذا يعربدون في ساحة باب العمود. استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس.